السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفو كيفاش نلقاو لو بي جي سي دي، يعني القاسم المشترك اكبر. وكاين واحد الخاصيه كتقول ان لو بي جي سي دي ديال مثلا عددين ا اي بي دونك كيساوي طبيعة الحال غيكون A أكبر من B، يساوي لو بي جي سي دي ديالاش ديال بي مع R، و R هو الباقي ديال القسمة ديال A على B. دونك مثلا قسمت A على B، دونك هنا داكشي غيبقى هنا لو غيست، دونك هو R. دونك قاسم مشترك بين A و B يساوي قاسم مشترك بطبيعة الحال أكبر كيساوي القاسم المشترك بين B و R. دونك نديرو مثال، مثلا قاسم مشترك بين 12 و 18، بغينا لو بي جي سي دي ديالو بي جي سي دي. دونك 18 هو العدد الأكبر، دونك غادي نشد 18 ونقسمها على 12. دونك 18 شحال فيها 12؟ فيها واحد، 12 دونك باقي، دونك ينقص 18 12 غتبقى 6. دونك لو غيست R هو 6. عندي هنايا درنا لونجي مع داكشي اللي عندنا في بي هو 12 و A هو 18. دونك البي جي سي دي بين ا و بي، دونك شنو غندير دابا؟ هو البي جي سي دي بين ار و بي، ا دونك 18 بي 12 ار 6. دونك شنو غندير دابا؟ غادي نحاول نقسم 12 على 6، 12 على 6، دونك نقسم 12 على 6 غادي نلقى ان فيها جوج و تالا غيبقى صفر، يعني ان البي جي سي دي بين 12 و 6 وشحال هو 6، يعني القاسم المشترك بين 12 و 6 هو 6. اش كيساوي؟ كيساوي حسب الخاصية غيكون كيساوي البي جي سي دي ديال 18 مع 12. دونك شحال كيساوي؟ كيساوي بطبيعة الحال 6. دونك عوض ما غنلقى البي جي سي دي بين 18 و 12، لقيت البي جي سي دي بين 12 و 6، 6 بطبيعة الحال هو الباقي ديال القسمة ديال 18 على 12، لقيتو هو، دونك لقيت أن القاسم المشترك أكبر هو 12. شوفو مثال تاني، مثلا ناخدو قاسم مشترك بين مثلا 34، دونك لو بي جي سي دي ربعة وتلاتين، دونك شنو غندير؟ نقسم 34 على 30، شحال غتجي؟ دونك فيها واحد، الباقي بطبيعة الحال ربعة. دونك شنو غندير دابا؟ غادي نشد هاد العدد اللي هو 30 ونقسمو على 4، دونك 30 نقسمهم على 4 باش نعرف واش تلقى القاسم المشترك بيناتهم. دونك شحال فيها؟ دونك فيها تقريبا 7، 7 في 4 دونك 28، والباقي غادي يبقى 2. وغنشد هاد العدد اللي هو 4 ونقسمو على الباقي اللي هو 2، دونك 4 نقسمهم على 2. دونك شحال فيها؟ دونك فيها جوج، اذا صفر. قاسم مشترك بين ربعة و جوج دونك هو 2، هو 2 بطبيعة الحال، وبالتالي غادي يكون القاسم المشترك بين 30 و 4 هو 2، والقاسم المشترك بين 34
30 غيكون هو اثنان. دونك هاد الخاصية نقدر نوظفوها في بروغرام في ألغوريتم باش نلقاو القاسم المشترك الأكبر ديال العددين. شكرا.